إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالق عالمي دو سورة فرقان دو آيات 43 وفرمانك أرأيت من اتخذ إلهه هواه أما تقول لي نفسه قال يا بالا والله أعلم ما تقول برا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا تدنيري أذبر دا رؤية نم معنى رؤية بصرية يعني جديدنية طبعا مثلا بري فان شبهه قد حقي بيغمبرتيا بيغمبرتيا دا قوتنو وقبول نكرن دا سري حتى فرا اي سانكي هيجي بيغمبرتيا لپای هدایت آوانه هیچی یعنی نمکی امید دکه که هدایت ببین هیچی مجادله که وصد ده رب العالم جراد بجه ارائیت من اتخذ الهه و هواه تو دنیری ببالوی کسی که گرتیه الهه و هواه اصلا یعنی ارائیت من اتخذ هواه و الهه تو دنیری ببالوی کسی که گرتیه هواهو که یه الهه ها نرمال گره عباره و صابیا اتغذه بابا اتغذه و انزانش خواهد مفعوله توزه مفعول اول هواه مفعول دیا الهه شونکه اوه که هاتیه گرتن هوا هاتیه گرتن اله اولارا نکو اله هاتیه گرتن هوا اولارا ایجا ده بردان مثلا جبرکو اونملی اولان یعنی جبونا حسره يعني ها حسره الوهيه طوان هاتيه كرن لسر هواي جبونا حسره عندي رابيه شوابيه رابيه هاتيه تقديم كرن تاديه مثلا مكتوب خبر داشتين تقديم كرن مثلا وقت ايش خو بري بري باب اتخذوان هرد مفعولي يك شي مبتدا بيك شي خبر بي اجا المرضى تقديماوي جبونا حسره او انا بخير زمق شریجی ببیجه اف یا خدا ببیجه یعنی کو گابا هوا خو که به الهی خو یعنی تشکی گدایی ناکا یعنی بلا تشبیه بلا تشبیه وکا یکی کو باغملی اوشتروجیه به هو را جرا نصیحتا بکن کرو بیا هایا وی جوید جوی ایشا کو کتیه که جوی نخوشینا کو کتیه که جوی پی با هر شوی تکی تنه تو جرا د به جی جی ای با ای با لوکا کو تشوی کبری را به شو قدم ناچ اینجا خدا د به جش پیغمبر به تو یعنی تدی تی بی کس کو یعنی هوا هو کلی الای کو اف انت تكون علیه وکیلا قیت بی وکیل سره یا وکیل یعنی وکا کو تی بی زور لای جیل سره شترا خدا تی بی مجبور به کی تی بی جی گره یعنی تی بزور می بینی هدایت نه گرب که بغوره بزور نه به یعنی ها ملک من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويذهب أو كسكو ما بتابعي هوا خود إطاعة هوا خدا به ده مسألة دين خدا يتبعه ده بتابعي به هوا في كل ما يأتي ويذهب ده كل أو تشتكو تيو يعني أو تشتكو بك أو تشتكو تبجي برد تبلب هوا خو حركتك آبي كسي هاني لا يتبصر دليلا جعبي بقد شو دليل نابينا ولا يسخ ولا يسقي الى برهاني او غو دالي كنا بال برهاني كي دليل كي جي نوقا يعني قرب القران هو غوت يا في خمر هو غوت يا في عقل اواد بيجا مثلا اشتا خدايك او قن جاتت كي او قص في پیغمبر شان ديه تو قران صغ جراب خويني بوشه چونكي اول جيك النقطه كي دد نيرك هوا فهو عابد هواه او عابد هواه وجاعله الهه وفي هواه كريه الهه فيقول اجا قضايا تعالى لبيجا دبرت ذا ايات شد بيجا سينا لبي شد بيجا فدا شد بيجا ثواني شد بيجا يعني من اتخذ الهه هواه ايكو هواه كريه قضايا
Yani şu demek çok fazla. Yani demek ki Allahu Teala avan insanı kul pey Kur'an-ı Kerim'e Muhammediyenin el pey şey kul kura demedikin şey dikin gori kefe hu menfiati hu zevka hu avan akid bin avan av yani şey kut kın deriyle ki sadabı ki şey kut kın deriyle ki ku ji Kur'an-ı veya ji hadisi veya kut ji İş, dini İslam eti delil ki bütün aşkura ödülme şey dükün o tabi ve durma kone. Tehlil ve tehrim evan huri ve ödülme kone. A avana ev. Ki dedim sana. Lesen beni. Yani ev ayet. Giredaya bu ayet ebeli kubayen. Tefsira ki eğer ne yaptım ben. Giredaya bu ayet ebeli kubayen. Yani bahsa kafir adike. Bu kafir. Peygamber Aleyhisselam. هب دخوزل پی هدایت آوان هر هب وان را دویجه او او جیتا بی گید گوتن چما ملیکت کی ناتیا خوری چما تو اواد کی چما بخچه تتن نران چما اوادن چما اوادن و سایده هات ده بگم ملیکت جو ده بینا ملی 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 اسلام دایر مسلم تمام ملی دقیقه کبسه ایجا دمیر دا بسه بسه دبر دا خدایت على ان سون تینش پیغمبر ربی علیه السلام دبی بینی دبی بنا برده جوان به امید ببه تو لپی هدایت بنا چی اما اوانا یعنی تو یکی را ببیجی که گوتنی فهم بکه که گو یعنی دنگ هره که اوانا دنگ ناچه وان اوانا لپی اینکی دنی نه یعنی عقل خود که نه ایپوتکا هوا خود باشه تو چیزی جوان را ببیجی چقا دلیل جوان را بینی جوان را هدایت نابن اخ خدای تعالی ابیغ بازم مقای ایجا تو بی قیتی بزوری و تی بزوری بوان را بکی یا بزوری نابه مالی ایلا این نعا فرقی ها کلیما که مالی بستقی بسه کناز خلام تو بی هوا خو گران نا الهی خو عجبا هوا چوب با اله هوا چوب با اله یعنی ابی عجبا مالی إله بمعنى إله بمعنى أظلم أز دقيقة إله بمعنى معبودة إيكو عبادة ويتكرن إيجا هوا بمعنى زوق پرستن لپای زوق آخونا لپای كيف آخونا مثلا هوا يعني بنبي تشبيه هكي هي يعني تشبيه أنا بيناوي وكو إذاً تعبر كياس بيشوفها من اتبع إلهه هواه إذاً إنسانا هوا كيف أخو الزوق أخو فلان أخو طاعته هوا أخو تكن في كيف أخونا الزوق أخونا تتشتكي واني مشروعي كديان مشي قرآن وحديث أبوبة شريعة رسول الله محمدية أبوبة تنية أبانا نكاتب بكين أكي تاري كدريجي ابانا نه که تو امبینی هدایت هدایت ابانا چون نه ابان نه نه هدایت ابان ضلالت دنه و ادی اوای جکرا حق قبول بده جو قران را دبن چاو دیشی از اونم دای شبه کا خوب بده کلام کنه خوب بده از از منم منم دقیقه از اونم از اولم یعنی ام زمخشری خوینه جبت ام زمخشری خوینه لازمه ام وقت زمخشری لیقنا ام عباره به معنی که اندی ام قرآن دو خوینه قابسام کلمه چه دیگره و چه ناگره یا ترجمه خوینملیه یا نالی چی قرآن سادجه محصولی معنی قرآن محصولی زمانی زمخشری از اولم تمام اشتفهم دکم نه بحثا هنکی که مسلمانن که ناو مسلمان سر وانه الگوری هوا خو حرکت دکن او یا آی دیه او آیت دور دال سر کافر آه یعنی وان کافری که پیغمبر علیه السلام دخوزه هدایت آوان او او, او کافر جی یعنی زوق پرستن جی زوق آخو پیوه تو چقا عقلی دلیل جوان را بینی
شقاتش وحي جوان رابيني جبوشة أبيض غزة بيجا هذا واجب فهمت كم تبكوا وإن شاء الله جيش أي نملهم فيقول لي ملهم فيقول لي رسوله أبشتي بيا كوانا هوا بارستن في خداي تعالى جرسولي خراد بي ال لرسولي هذا الذي لرسولي هذا الذي لا يرى ملي فيقول لرسولي خداج رسولي خراد بي هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواه أبيك نابنا معبود جخراج خيري هواه فيما معبود ويتنا كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى تشوى كار بي دعوتي هدايتي بكي شوى تبي كار بدعوتي هدايتي بكي أفا تتوكل عليه قيت بوي وكيل سري وتجبيره على الإسلام وتو إجباره ويبكيل سري إسلام تبي ودوارة تبي بزور مسلمان وتقول لا بد أن تسلم شيئا وبيتا تبي بين نبي جاب إلا مسلمان إيه ولا إكراه في الدين والدين ده زور لما تنه نابه كتو يبزور بيني بسلمان بكي كرف يا بحمد وشيخ وبخبره يعني إقناع بهم إقناعي ولا مسلمان با وهذا كقولي أبي وقت قلتنا خداي تعالى وما أنت عليهم بجباري تنيني زور لايجي بزوري بالسر والله مسلمان بكي نا لست عليهم من مسيطرين تنيني كتو أجمن بي تغالب بي تو بزوري بوان رابك يا يعني وما على الرسول إلا البلاغ لسرت تبليغه قربات تبليغه بكي متى ويقرب الشان ديان كي ولا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلى ويروى هاتي روايات كرن ان الرجل منهم يكجبان كسك او هوا برسبون كان يعبد الحجر عباده كفرات كرن فاذا راى احسن منه وقت كبير كي جوي خشتر بديا رمى به ويكبر غضابه واخذ اخر كبير كي ذنيت ها ومنهم الحارس بن قيس السهمي أجوان كسايا الحارس بن قيس السهمي أو جكو شبية هوا پرست بيا ولقوني هوا خو عبادة بوتا كرنا بل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إجا أبد بردا أمي من قطيعة تيما تشتكي بجان ما دي والله أوا نابا هريد أنا في درجة باردة شو قد درتجوي باردة هيجا أوا شو قنابة ها إجا قدا قو يعني قو قيباني كو إلهي خوش قرأ كرنا هوا تنكاري وان هيدا إجا دبي تبجوي باردة وقا قدا بجا أمي من قطيعة أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعونه قيت حساب ذكي كو بري جوان شو الساعة ذكنشي أو يعقلون يا ياد فكرنا عقل بوان رهي أونين إنهم إلا كالأنعام أونين إلا أوكا حيوانا شو حيوان يعني هاي وجيتنا يعني مسؤوليتي صور اللغيش أو كتنا بل هم أضل سبيلا إجا أوج حيوانا جي بيتر ده ضلالتنا أبي أنا شو بيجا تمام وكا حيوانا وكا حيوانا تشمج حيوانا بيتر ضلالتنا او الشكل ضلالة طوانج حيوانك بيترجي او يجبش مال اذا اميت برده ام هذه من قطيعكم امي من قطيعه امي من قطيعه يعني يجبون اضرابا ما سبقه يعني تدفش بيه هون شخو برده تمام اذا نابه تدفش بيه برده لأ اذا شو قق نابه اوي انا ويجبش معناه بل تدفش بيه برده يعني انصرف عما سبقه وانظر الى ما سيأتي أتحسب كأن هذه المزمة أشد من التي تقدمتها ها تحسب دكي كأن هذه المزمة يعني أبي زمة هاني كده حقي فانا ده ما قول فانا مثلا بنا طابعي هوا خو هوا بارستن فلان أبي أشد من التي تقدمتها أو شدة تدرج بيت شتيكو ما درباس كده حتى حقت بالإضراب حتى كهاتي حق كرن بإضرابه يعني خدا قلت دفت فيها برد أطول فيها منها إضرابي عنها
عنها إليها ببال في شنو كوبله أو يشيء ويكونه أزولا مني حقت بالإضراب عنها هاتي يعني هاتي إضراب كرن عنها جبه آية درباس بوي إليها ببال في أرام تدانه يعني إضراب ج آية ما كو أرأيت من اتخذ إلهه هواه لبي كان هذه المذمة أبي الزمة في آية عن كده من اتخذ إلهه هواه آية أبي شد من التي قبل جوان أبي بري وان بعض الكافر بري كتكرن كتابعي كتابون مشتبون فلامون أبيانك جوان بربا ترد حتى حقت أتي حكيني أذيا بالإضراب عنها أواني تقدمك هنا في جوان ذهب جوان بلدة جوان أذيا إليها أزونا أزونا إيش أز بيجم دقيق نيجي أز بيجم أتحسب كأن هذه المزمة أبي زمهاني أف زمهاني كو أرم تيدانه أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أزم أبا تحسبك أبي ما سيدة أبي بخج مني صبت أبي أيحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أبكينا من اتخذ إله وهو هوية تربينا إيه بني مقوة أزولا وقت تتشكي بيجي حيات بيجي تقولاريت كما تمام بيجو إيه بس تجي مقولاريك أجي بيجي ما بني أتحسبوا كأن هذه المزمة أم مزمة ما ويكونهم مسلوبي الأسماع والعقولية أبي مزمة ما أشد من الذي تقدمتها شدة ترج ويقدر باسبو كما قلت بو شيء كما قلت بو أرأيت من اتخذ إلها وهواه يعني من اتخذ إلها وهواه أو يزمكي أنجا أبي قلت شيء أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أفزمك دهاشدة لترى إجاد بيته بصحة صادقي أتحسبوا كأن هذه المزمة أشد من التي تقدمتها حتى حقت بالإضراب عنها جهاتي حقر بإضراب عنها جوية درباسوي إليها ببالفيهاني يعني بالإضراب عنها إضراب جدش جأرأيت ما يتخذ إله هواه إليها ببالشفا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون أز أواجه فعمتك مازولا شو هي؟ دوامك وهي كونهم مسلوبي الأسماع أبني أو شو هي؟ أبي مزما قد هشدة ترى شيء كونهم مسلوبي الأسماع والعقول كونا يعني فان مشركة سمعوا وعقلوا هاتنا سلب كنجوا شما أبي داش تدرى لأنهم لا يلقون إلى 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 استماع الحق يعني عقل سجوان هبجي قدر يحق ناقن أذنان قول رق قدر ناقن صادق أن أكثرهم أوي بيجي أوي بيجي أوي بيجي راجب يعني شما أكثرهم بيجي أزولم أن أكثرهم أم أكثر فان كسيكو من اتخذ إله هواه بحسب معناه راجب المكدية يعني أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون تمام دميل أجي باش كيف أنا أجي باش من اتبع هواه يعني أبو أبو يكنا شو عينيك وصف ولا عيني عيني يكنا تدوي آية تدوي آية تدهر دو يكن يعني أفاناجي أفانانكو هي جوان يعني أفانانكو دي شكل دي حالي سيدا تمام تو باشي لبل بني ربل إضراباج تشيه تمام تو باشي تقارن لبل بني ربل إضراباج تشيه أذن بي آيات إيش آيات بري خوية تو جي دبي جي كدنا كام لبني الباشي تمام أزلون لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذن أبانا جو أولارق جو داني حقي ناكن ولا إلى تدبره عقلا وأبانا تفكر عقل ولا رغش تفكر ناقد حقيقة ومشبهين بالأنعام وأبنا يعني شبه حيواننا بنزري حيواننا التي أول حيوانك هي مثل لبي مشبهين بالأنعام
مشبهين بلا معنى. بله بله مشبهين يعني مشبهين يعني مشبهين بنزرن يعني هاتنا تشبيه كرن بشي نكو حيوان بنزري وانا او بنزري حيوان اسم مفعولة بله التي هي مثل في الغفلة والضلالة تدي حيوان يعني مرب يعني مسألة ضرب مسألة دينا ما في غافل أو ضلالة إذانة إجا أفاناج بنزر خدا وان بنزر مشي حيوانا كليا ثم أرجح ضلالتان منه ده بيدا خدا قوتيه ضلالة أفانا دها راجح تلجا وحيواناج دها راجح تلجا أو بيجا أنا تشما فإن قلت لما أخير هواءه يعني تدي بلي درباس بيا ما قو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أصلا قام قلت من اتخذ هواه إلهه إجا شما وصا دبر الجملة آنية لما أخذ هواه ولا أصل مفعولي ثاني إيه أول مقدم دبي شو عيني ويتش لتدري صبر بك يا زورا ولا أصل قولك اتخذ الهوى إلها يعني أبيا هوا خوكر يا إلهيخو نكو إلهيخو كر يا هوا خو إجاكو أقر تو صبرسي قلتو أدي جواب دم ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية أولين إلا تقديم المفعول الدي المفعول أول أطيه كرن جبونا عناية بتشي بألوهيته ألوهيته ها أنمية أما المفعول الثاني ملي مفعول أول لأبي صانياتي أبي صاني لأبي أول هاتي تقديم كرن يعني مثلا دبردا كو مثلا اتخذ إلهه هو هاتي تقديم كرن لهواي وأصل مفعول ذديج إلهه جبو أنما إلهه أما باشخة تفسير دل دفننا نجبونا أنمدانا إلهيتي جبونا حسري يعني حسرة إلهية وان تكرن ده هواي با جغيري هواي ببا تو إلهي وان تن أجبونا فيها أجبونا حسرية أجبونا حسرية دي تقنين كرن مل أم در باس دبن ملي كما تقولوا علمتم منطلقا زيدان شو ده برده مثلا أجبونا يعني من بردالة زيدي يعني هينكر جبل باتا بردانا وي أنمية لو ماتا منطلقة دايا بيشية زيدة أما أصل دبردا جبونا شيا جبونا حسرية لفضل عنايتك بالمنطلقي جبوي زيدة أنمدانا تا كتو أنمدي أبي برداي لو ما كتو منطلقي دي بيشية زيدة فإن قلت ما معنى ذكر الأكسري شا سيداغو شما دوي بري جوان بر او 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 ذكر الاكثري دو ده معنى وش فايده وش يا خدا وچه و ان اكثرهم يسمعون يعني قيت حساب لك كو بر جوان سعادك ني عقل يعني سعادك وعقل ناقل ديما نوصل ها يعني بر جوان ديما كانك جوان سعادك او غداري جدكن عقل جدكن هنك دكن اما بر جوان ناقل وصا جت افهم جايتي وصا تفهمي يعني ذكر أكثر ودي إفادة كريم إذا قد شما ذكر كريم خدا وانا يبجم قلت أزي بجم كان فيه من لم يصده عن الإسلام إلا داء واحد دنوا فان مشرك هذا دبو تشتكي وصاحبه كو من كاسي كو لم يصده تشتكي من عوينات كريم إسلام إلا إيشك بتنه إيشك بتنه هبو لبزونه وقول أبي ذكرى أكثر تبيجي يعني كما أكثر قلتي أنا قلتي أنهم يعني لأنك أواناش خد الباص بقولون بقولتا أنهم بإدمار بقولتا أي ندبو يعني لأنك باص أواني يعني أو ذكرى أكثر فايدة ويشية دخوزة ويبيجي أن أكثرهم كما أكثريتي نويدر داداية يعني أكثريتي داية إفادة كرن معنى وياها أقليات أقليات يسمعون و... ويعقلوننا إيكو تشكيو صهية إيجا زمخ شريط بيجا يعني أبيا معنوي أبا كان فيه من لم يصدوا عن الإسلام إلا داء واحد هنك جوان يعني نا
ev heva meselesi nin bu. Ev çi dini men avant gıcı İslam'ı, eşeka dini bu. Ev eşi çi bu? Ev ekalliyeta ku fa'am dikirin, nizamu valla haqe, godariya haqiye dikirin, o nazi dikirin, ama disa peynet kirin. Ev çi ye? Ve hubb riyaseti. Ev çi his kirina? Yani ev makam sevgisi kut beşin juana. Makam sevgisi bu an dikirt, kudina ve kavmi kuda. Mesela ileri gelen bu dugotun emwerin imanı bi Muhammed binin emi bibin hevali Ammaru Bilalu hatta emla bin hevali vanji çünkü bana benim imanı aynı bi sıbkiyata yani bi fadla sıbkiyata evalat kem peşiyame o evana kol emene evi makamı mecde seymer çe valla em imanı aynı a ev ev hübba riyaset et bu mani'i bu imanı bin أقليتي أقليت أو تكمل ماله وكفى بيضاء عضالا عضال جو الله أعلم يعني إيش كا كأدرجية إيش بيدرمان إيش بيدرمان وكا أمي قانصري يعني إيش كا بيدرمان بصر شو أبيا بصر يعني وكفى بيضاء يعني إيش أولارك أبيا بصر فإن قلت أجبت بجي كيف جعل أضل من الأنعام تمام دلالته ده حيوان إجا شما ج حيوان ج بيت الدلالات ده ج حيوان ج بيت الرياح والنظام معناه هيجي يعني حاشا فرد خدا يعني مبالغة تأكيدة يا نورمال معناك ج بيارة هي قلت أذبيجم لأن الأنعام تنقاد لأربابها حيوان جخوية قرى سليه خور دكن ألا تعليفوا وتعهدوا أبيكو إيم دديكي أبيكو باقما ويدكا لبايد چه بچعب خوية قد كذا برباز ده دشيرة بالباد چه كوچك حيوان كير باس خوية خوب بينا خوية خو ناز دكا برپيدا چه حتى وتعرف من يحسن إليها من يسيء إليها حتى إيكو ليخة ويناز دكا چوا ويبينا هجوم دكيكي ایکو قنجیه پی بکه دو چه بالی سری خوته دده وی ناز دکه یعنی ایکو قنجیه پی بکه و ایکو نباشیه پی بکه حیوان جوی ناز دکه بر پید چه بوی نوایی بر پید چه ایک قنجیه پی بکه با قنجی بر پید چه ایک خرابیه پی بکه سالدر میشیوید که مثلا و تطلبو ما ینفعوها و تشتنیمو ما یدروها حیوان تشتکو منفعتا وی بده طلب دکه دو چه یا فایده وی ده لپاید چه و تشتاقي كوزرار يجب دي خجي دور ديكا وتهتدي لمراعيها ومشاربها ابيكو يعني وي اوف ده او وي بطولينا وي هلنا وي دينا يعني وصا مراعيها ومشاربها لبي يعني جي كل شيء ومشارب جيب لي جيب اوف ده خو او تكون فاناجي ريا فانا زانه يعني دو چه باروان با اما اوانا حيوان و هؤلاء آئي لبي او بخود ترى چرا خو و ملي ايجا و هؤلاء فان كافرهاني لا ينقادون لربهم ستي خوش ربي خورنا طوينة ولا يعرفون احسانه اليهم قنجيا خداجي ناز ناکن قنجی خدا لوند که به قنجی رسل خو ناز ناکن ناز ناکن جی من ایساءت شیطان الذي هو عدو ج خرابیا او شیطان کو نیاره وانه یعنی فرقا قنجی و خرابیه جم ناکن یعنی اوی ربک و قنجی جوان بواند که اوی شیطان کو نیاره وانه خرابیه بواند که اوانا وانه هر دیر جم ناز ناکن إحسان وإساءته ده برهب لا يعرفون إحسانه إليهم ده فرق إحسان النا إحسان خدش بنا فرقه وينا فيك من إساءة الشيطان خرابية الشيطان يعني أزولم أنا إنسان كو فرقة دست راسي وشبي جبنا كم أمجرد من شو أبي هي صبية فرقة دست راسي وشبي جبنا أزناك ها إنسان كو كار وزرارة قوي جبنا قتين أمجرد من سفيه ها اوان انسانا جی فرقا کار و زرارا خوش هفناکن یعنی ها
يعني كي قنجيب فرقه دوسو نياري خو جهناك مني كي قنجيب وانت كي خرابيه وانت كي جهنا زناكن ابشتي كناكن حيوان خرابتر حيوان كو حيوانه فرقه نا بين ايكو قنجي وخرابيه بوان دكج ما بري درباس كلمه كو فرقه وان جاب ذكر حيوان فرقه ايكو قنجي وخرابيه بوان دك جاب ذكر هما فانا فرقناكن يعني خدا باي قنجي بتت كه شيطان جي خرابي بتت كه تو چوا فرقه وان هدي جنات اينا قديمه كش حيوان اجي ملهم اضل ولا يطلبون الثواب الذي هو اعظم المنافع فانا طلب مكافاتا يعني كو عبادت بكن كو عبادت كن سيغوش خدا رب طوينن كو خدا مكافاتك هري ان من في عطا مظن اوا كوش خدا رابن وي طلبكن ويجينا كان اما حيوان طلب دك دتشو تشي دتشو مثلا تشجرا كار بيات بربي دتشو تش زرار بيا خوجي دور دك ولا يتقون العقاب الذي هو اشد المدار والمهالك و خناغرن خنا باريزن جوي جزاي خدا كو ان زرار و تهلكا شدت لي اوا خوجي محافظه ناك ديمكي جي حيوان خربت له ما حيوان وقتك كنت تشتكي ما بين تهلكا جيد ربا خل 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 ملك القراصة كي مثلا وان فان بوغا موغا وان دبين كنت شوا ببين وان شرجيت كنت دي خل هاد الشيء تقالي من بلين ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهنيء والعزب الروي وأمانا ولا يهتدون يعني قبول هداية ناكن جبونا حقيرة يعني اهتدى جبابي ما بي اجتماعية والله أنا جبان متواعية يعني قبول ناكن قبول ناكن جحقيرة يعني اهتدى إليه يعني كل ريزانية رياخو ببينن هرن بخبري هرن حقية ببينن قبول بكن أو كيجن حق الذي هو المشرع مشرع يعني كو قانون نظام نوصى او صاجف عمكم قال هنيئو اليكو قالك رحتا خشش حياة طوان را سهلة قولاية ولا عزب الرويو يعني ببردا بلا تشبيه وقت ايش هم اقوى حيوان جي اسرحتا خو جي مرعاي خو او جي مشربا خو شوا هداية ببالبا هما فانا اوي حقي كجوان روكا مشرعه مشرعك هنيئه او رحته ولا عزب الروي او كو شيرانيك كو اويجي تير بخن حق تشتكي وصايا اوانا ببالوي باجي هداية نابن يعني المشرع هنيئه كو مصاب رحت بكركي مردا تخشف واري زحمتا ويازيتا ويصورنا ويتنيه يعني كأبرياء إسلام رأيك يوسايا طب رح تيم مرتلا درا مرسورنا كي مرتنا سبراجي مرسورين كي نابون وشيرين كي وسا تربخوارين كي شيرينة يعني تربخوارين كي شيرينة وقتا مر دخوجي هذا أنا مالي في طعم يصير حد بينا كم كم ماش ولا شقاش ما دمكي أو إسلام أفانا مبالغ نيا واجر ريا خوك أو حق أبن اوي حقي اوي حقي كو او قر حتي تدا هي حياته وان را او قر حضور تدا هي اب بال ديا باج هدايه نابنا قبول ناكن ديمك ج حيوانا دها بيتر دلاله تدان بله سيدا من حطا فرام طالع كريا بس يا انا بس اش كلمه كرم كرم يا زلم جو جر برشي بيه